لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم لبيك، لبيك لا إن الحمد والنعمة لك والملك لا. طب تيجي نسمع بابا وماما هما بيقولوا معانا، بابا وماما يقولوا معانا، يلا كلنا لبيك اللهم لبيك. عارفين يا ولاد يعني ايه لبيك اللهم لبيك؟ يعني يا رب انا بحبك وبسمع كلامك. مين بيحب ربنا؟ مش سامع. مين بيحب ربنا؟ مين بيحب سيدنا محمد؟ كلنا. عشان كده كلنا هنقول بصوت عالي دلوقتي، كلنا هنروح في المكان الجميل اللي فيه الكعبة، بيت الله الحرام. احنا بنعمل زي الناس الكبار، هندخل المسجد وسيدنا محمد علمنا دعاء جميل جدا بنقوله قبل ما ندخل المسجد. مين هيجي معايا؟ مين هيجي معايا؟ مين شايف الكعبة؟ مين شايف الكعبة؟ طب يلا كلنا نعمل زي سيدنا محمد ونشاور على الكعبة بإيدينا اليمين. فين إيدي اللي باكل بيها؟ يلا نشاور على الكعبة ونقول زي سيدنا محمد، اللهم، مش سامع، اللهم. ممتاز جريد وان. زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا، وزد كل من زاره وحجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا. هنلف حوالين الكعبة كم مرة؟ 7 مرات. كم مرة؟ أنا مش سامع. كم مرة؟ مين هيجي معايا؟ طب هنقول إيه وإحنا بنلف عند الكعبة؟ هنقول إيه؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يلا كلنا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. يا ولاد يا ولاد، شايفين في الكعبة المكان الجميل ده؟ عارفين ده اسمه ايه؟ اسمه الحجر الأسود. ده حجر جميل قوي. عارفين ربنا جابه منين؟ من الجنة.
ربنا جابه منين، والمفروض واحنا في الكعبة الحقيقية بنبوسه، لكن ساعات بيبقى الناس كتير كتير، ينفع نزق بعض او نضرب بعض؟ طب نعمل ايه؟ نشاور عليه بايدينا اليمين اللي بناكل بيها، نشاور عليه ونقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يلا نكمل، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ايه ده ايه ده، تعالوا كده يا ولاد بسرعة، تعالوا بسرعة. عارفين بعد ما بنلف عند الكعبة سبع مرات، الكعبة الكبيرة، في مكان جميل قوي اسمه مقام سيدنا إبراهيم. مين بيحب سيدنا إبراهيم؟ في مكان رجل سيدنا إبراهيم شكله جميل قوي. يلا تيجوا نصلي عند الكعبة. مين يصلي معايا عند الكعبة؟ السامع، مين هيصلي معايا؟ يلا يا ميس، هنصلي هنا كلنا ما شاء الله. يلا عشان نصلي عند الكعبة لما نبقى كبار هنروح نصلي عند الكعبة الكبيرة إن شاء الله. يلا نبدأ الصلاة، نبدأ، يلا بينا. يلا حسب عمر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. مين بيحب سيدنا إبراهيم؟ مين بيحب سيدنا إسماعيل؟ عارفين يا أولاد زمان، بعيد 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 زمان قوي، كان سيدنا إبراهيم عنده نونو صغنن اسمه سيدنا إسماعيل. اسمه سيدنا إيه؟ إسماعيل. سيدنا إسماعيل كان نونو صغنن قوي، وربنا قال له يا إبراهيم خد النونو إسماعيل ده ومامته السيدة هاجر وديهم مكة. يوديهم فين؟ مكة. وزمان مكة مش كان فيها مية ومش كان فيها أكل ومش كان فيها ناس، بس هو بيسمع كلام ربنا. مين بيسمع كلام ربنا؟ فعلا سيدنا إبراهيم خدهم وراح بيهم مكة وسابهم هناك ومشي، والسيدة هاجر تقول له
يا إبراهيم أنت هتسيبنا لوحدينا؟ وسيدنا إبراهيم بيسمع كلام ربنا، تقول له هو ربنا اللي قال لك كده؟ قال لها إيه؟ 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 قال لها آه ربنا اللي قال لي كده. قلت له خلاص يبقى ربنا يخلي باله مننا. ومشي سيدنا إبراهيم، والأكل اللي مع السيدة هاجر خلصت والمية خلصت، فلقت جبل جميل قوي كبير كبير اسمه جبل الصفا. جبل إيه؟ صفا. قالت هطلع فوق الجبل أشوف يمكن ألاقي مية. طلعت طلعت فوق الجبل ما لقيتش حاجة، لقيت جبل تاني في الناحية التانية اسمه جبل المروة. جبل إيه؟ مروة. جميل قوي برضو. قالت هطلع فوق إيه؟ طلعت بسرعة فوق الجبل وتبص برضو ما لقيتش مية. وفجأة لقيت مية كتير 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 جت من تحت رجل سيدنا إسماعيل. جريت بسرعة وقعدت تشرب سيدنا إسماعيل. مين اللي جاب له المية دي؟ ربنا، اللي هو ماء زمزم. ماء إيه؟ مين يعرف يعمل زي السيدة هاجر ويجري عند جبل الصفا والمروة 7 مرات؟ كم مرة؟ حد يقدر يجي يجري معايا زي السيدة هاجر؟ حد هيجي معايا؟ طب تيجوا نشرب من زمزم الأول؟ نشرب من زمزم؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يلا كلنا نشرب من ماء زمزم. بس بقى في مكة ماء زمزم جميل قوي، أجمل من ده بكتير. يلا اللي شرب يجي معايا هنا. ها؟ لأ. مين شرب يجي معايا هنا؟ يلا عشان يعمل زي السيدة هاجر. يلا نبص هناك عند جبل المروة ونجي. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. مجموعة مجموعة يا مس منار. يلا الناحية التانية، روح تاني. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بالراحة يا حاج، ارجع تاني. يلا سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ستوب، تيجوا ننام شوية. عارفين في الكعبة الحقيقية في مكان جميل اسمه منى. اسمه ايه؟ منى. بنروح ننام هناك علشان نصحى على أجمل يوم في الدنيا. يلا ننام. يلا واحنا واقفين كلنا ننام. كله ينام. يلا كله ينام. كو 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 كو. يلا نصحى كلنا. يلا نروح عند أجمل يوم في الدنيا، عند يوم عرفة. تعالوا كلنا هنا عند الجبل الجميل ده. الله، أجمل يوم في الدنيا يوم عرفة، عشان ربنا في اليوم ده بيحبنا قوي وبيدخلنا كلنا الجنة. بنيجي عند جبل الرحمة ده وندعي ربنا كتير قوي لبابا وماما وكل أصحابنا. يلا ندعي، نرفع ايدينا. يلا يلا احنا نقول امين. اللهم لك الحمد. لا هنقول امين. امس امين. اللهم لك الحمد. امين. اللهم لك الحمد. يا رب ادخلني الجنة. ادخل ابي وامي الجنة. ادخل جد وتيتا الجنة. امين. ونقعد ندعي دعاء جميل 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 في اجمل يوم عند ربنا. بعدين بنروح مكان جميل اسمه مزدلفة، بناخد منه 7 طوبات صغيرين كده. عارفين ليه؟ تعالوا نروح هناك ونعرف احنا بنعمل ايه هناك. عارفين سيدنا ابراهيم اللي كلنا بنحبه، ربنا قال له خد ابنك اسماعيل. اسماعيل بقى كبير وقال له اذبح ابنك. بس اكيد ربنا مش هيخليه يعمل كده. هو ربنا بيشوفه بيسمع كلامه ولا لا؟ راح جه على طول. مين بيسمع كلام ربنا؟
زي سيدنا إبراهيم قال له حاضر يا رب أنا هعمل زي كده. راح جه الشيطان الوحش وراح لسيدنا إبراهيم وقال له يا إبراهيم ما تسمعش كلام ربنا. ينفع يسمع كلام الشيطان؟ وحش. راح سيدنا إبراهيم قال له أنت الشيطان الوحش، وراح وطى في الأرض وجاب 7 طوبات صغيرين كده قال له امشي يا شيطان. الله أكبر. يلا كلنا هنمسك ده في إيدينا بس مش هنرمي دلوقتي. طب نقف هناك الأول كلنا يلا على الخط ده عشان نرمي الشيطان الوحش. يلا ورا يمس على الخط. يلا كلنا نعمل زي المستر. الله أكبر. قوي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بعد ما بنرمي الشيطان الوحش ده خلاص بيجي العيد ونقول الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا شريك لها إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. مين شايف الخروف؟ مين في العيد مع بابا وماما بيذبحوا الخروف؟ يلا خلاص هنلف اخر مره عند الكعبه علشان نروح على الحفله بتاعه العيد. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. لا اله الا الله. الله اكبر. الله اكبر. ولله الحمد. يلا كلنا نروح عند الحفله بتاعه العيد. يلا تعال بسرعه. العيد فرحة وأجمل فرحة تجمع شمل قريب وبعيد سعدنا بيها بيخليها سعدنا بيها بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد. العيد فرحة وأجمل فرحة. العيد فرحة وأجمل فرحة تجمع شمل قريب وبعيد سعدنا بيها بيخليها سعدنا بيها بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد. غنوا معايا غنوا قولوا ورايا قولوا غنوا معايا غنوا قولوا ورايا قولوا كتر يا رب في أعيادنا وافرح فيها البركة وزيد. جانا العيد أهو جانا العيد جانا العيد أهو جانا العيد.